كيف هي حالتك الصحية؟ حدثني عن حالتك الصحية. الحمد لله. سؤال ثاني، هل يزورك أحد في السجن، منظمات حقوقية، منظمات حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك؟ الحمد لله. ما السر وراء قولك أنك ترغب في أن تستكمل محاكمتك في مدينة الزنتان ولا تريد نقلك إلى طرابلس؟ الزنتان في ليبيا، خلاص شو المشكلة؟ شو الفرق بينها وبين طرابلس؟ لا ترى أن هناك مشكلة بين طرابلس أو الزنتان؟ أنت هل ترى مشكلة؟ بالنسبة لك أنت، زنتان في ليبيا ولا خارج ليبيا؟ داخل ليبيا. خلاص، شكرا جزيلا. عفوا جزيلا.